بدأت إدارة الطب الوقائية في مديرية الصحة بالإسماعيلية في حملات ميدانية لمراقبة أسواق الأسماك استعدادا لموسم أعياد الربيع وشم النسيم. ونفذت الإدارة حملات تفتيش على محلات صناعة الأسماك المملحة والطازجة لتحديد اشتراطات السلامة بها، كما شكل ديوان محافظ الإسماعيلية غرف عمليات خلال فترة الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم لمتابعة أي شكاوى من المواطنين.